طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب اللمبة، انا فكيت الوش بس بتاع اللمبة دي تمام، وحبيت اركب اللمبات الفلورسنت مباشرة. انا بصيت هنا اهو زي ما انتم شايفين القاعدة اليمين اللي فيها الاربع اطراف والترانز والتوصيلة تمام، والطرفين اللي جايين من القاعدة اليسار. كل اللي عملته ان انا ركبت لمبة ليد على الوضع بتاع اللمبة بتاعتي الفلورسنت من غير ما اغير الاطراف، والترانز لسه موجود معايا. انا هوري لكم دلوقتي لما اشغل اللمبة دي ايه اللي بيحصل معايا لو انا وصلت اللمبة الليد على نفس الترانز القديم الخاص بالفلورسنت. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين انا شغلت الباور بتاع اللمبة، زي ما انتم شايفين اللمبة بتعمل فلاش لان انا لسه موصل اللمبة الليد مكان اللمبة الفلورسنت من غير ما اعمل اي تعديلات. انا هنا موصل اللمبة الليد مكان الفلورسنت من غير ما اعمل اي تعديلات، دي لو لمبة او لو لمبتين ركبت اللمبتين برضو بيعمل نفس الفلاشنج. يبقى في حاجات ممكن ما تشتغلش، ممكن في حاجات بتعمل فلاشنج، ده مشكلته ان اللمبات الليد بتشتغل على ال 220 مباشرة، بتشتغل على ال 220 مباشرة. زي ما انتم شايفين اللمبة بتعمل فلاشنج، انا مركب على اللمبة القديمة مركب اللمبة الجديدة بتاعتي الليد مباشرة بدون اي تعديلات. طبعا زي ما احنا هنشوف دلوقتي هنفك اللمبة دي تمام، وبعدين نبدأ نشوف ايه المشكلة، وهنعرف ان اللمبات الليد بتتوصل مباشرة على ال 220. يعني انا هلغي الترانز الموجود ده او الملف الخانق او التشوك كويل، وهركب تمام اللمبة مباشرة على ال 220 زي ما احنا هنشوف في الفيديو دلوقتي مع بعض.